المواطن المصري ده طلع غلبان قوي. مستشفى زفت العام المستشفى الوحيدة اللي المواطنين بيعتمدوا عليها في العلاج. العهد اللي كانت موجودة في المستشفى حاجات تتشالت بعربيات حطت مخازن. ده كلام خطير وانا بطالب فيه النائب العام بالتحقيق فيه. المستشفى ملك الجميع فحافظوا عليها. طب ما تحافظوا انتوا علينا الاول. حضرتك جريت حضرتك عملت حضرتك عضو مجلس الشعب. المستشفى واقفة بقالها 11 سنة. 55 قرية 2 مليون مواطن الناس اللي في زفتة دول يموتوا كلهم. بتزقى اطلع بره عشان عايز اجيب مراهم لمركز الحروق في زفتة. العقاب على الإهمال ده هيبقى شديد. أنا بقول للغربية كلها أنتوا اتنهبتوا. إيهاب سعيد صبايا الخير في الأوقات الدائمة على تلفزيون النهار.